الاقتصاد الناجح، فقرة بيعدى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الجندي. منتعرف فيها على طرق وقوانين بتخلي اقتصادنا يكون عصري وناجح. مرحبا، معكم جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. رح نحكي اليوم عن التدقيق الجنائي. تدقيق الجنائي المالي أو الفورنزيك أوديت هو تدقيق بالقضايا المالية للوصول لمستندات أو معلومات بتسمح بملاحقة المشتبه فيهم بالتلاعب أو الهدر المالي وإحالتهم للقضاء. وبيستند التدقيق الجنائي على التدقيق المالي لتحديد النشاط المالي الإجرامي وكشف المسؤولين عنه عبر أدلة مادية ومحاسبية لا يمكن التشكيك فيها، وهو بيهدف لأمرين: أولاً كشف العمليات المشبوهة وأعمال الغش والسياسات المالية المعتمدة وفتح الممارسات الخاطئة يلي اعتمدت. ثانياً تحديد الإدارات والمؤسسات والشركات والأشخاص يلي استفادوا من العمليات المالية وحققوا أرباح. إذا حابين تعرفوا أكثر تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية، وتابعونا كمان على صفحات التواصل الاجتماعي.